صباح الخير يا ولاد، النهاردة هناخد الفصل الرابع من قصة كفاح شعب مصر بعنوان مصر الثائرة. الدرس أو الفصل ده هتحس ان هو طويل. طبعا انا طلبت منك ان انت تقرأه على اساس ان انت بس تعرف ان الفصل ده بينقسم لكذا جزء، لان الوقت ده فيه يعني ظهر اكثر من بطولة مصرية مشرفة تدل على الوطنية الصادقة. الجزء الأول هناخد محمد كريم، وإيه المثل الرائع اللي ضربه أي أعطاه في الوطنية الصادقة. ضرب محمد كريم مثلا رائعا للوطنية الصادقة، وضح ذلك. احنا قرينا الدرس، ورينا الفقرة دي، هنبدأ بقى نحط أسئلة ونشوف الإجابة المناسبة. مين هيقرالي؟ أيوة، جت الحملة الفرنسية إلى مصر. مين بقى اللي كان في الوقت ده زعيم الحملة الفرنسية؟ أيوة، الكبير. ماشي يا سيدي، نابليون بونابرت. أرسل رسوله يطلب من محمد كريم ان هو يأمنه على مركزه، يعني احنا هنحافظ لك على عرشك، مش هنيجي جنبه، بس مقابل ان انت تساعد الجيوش الفرنسية. وطبعا الجيوش هنا جاية جمع دلالة على الكثرة، على النزول الى الاسكندرية. ساعدهم لنا يا عم ان هم ينزلوا على في الاسكندرية. ولكن محمد كريم رجل وطني شريف يجري في عروقه دم الوطن، رفض. وتزعم مجموعة من الأحرار المجاهدين، وكان في المقابل ان هو قبض عليه. ازاي بقى ان انت تطلب ترفض طلب نابليون بونابرت؟ بما حكم عليه وما موقفه من هذا الحكم؟ حكم عليه أيوه بالقتل رميا بالرصاص، وكمان هنصادر كل أموالك وممتلكاتك وأملاكك. وليك يا عم الحق إن أنت تفدي نفسك مقابل 30,000 ريال، دي العملة اللي كانت في الوقت ده يا ولاد. كان رده رفض وقال قولته الشهيرة لكل أجل كتاب. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيقدر نهاية الإنسان، بتبقى مكتوبة ولا محالة فيها. سكتنا على كده؟ لا، أنت عارف الشعب المصري لا يهدأ ولا يسكت على الظلم والاستعباد أبدا. مين حمل لواء الكفاح بعد محمد كريم؟ عمر مكرم. هو ده معمول الكامتيجي اصلا؟ طب ما انا دوست ما عملتش حاجه. ايوه بس انا دوست. لماذا كان حي الحسنية سببا في إزعاج نابليون بونابرت؟ وكيف انتصر عليه نابليون؟ يعني معنى كده انه قدر ينتصر عليه نابليون؟ هنشوف ازاي. حي الحسنية ده يا ولاد احد احياء القاهرة القديمة، قدر ان هو ينزل بعسكر نابليون اكبر الخسائر، وتحصن فيه المجاهدون من الفتيان وابناء البلد من اصحاب المهن المختلفة، وظهرت بطولة خاصة للقصابين اللي هم الجزارين. لكن للأسف تمكن نابليون من الانتصار عليهم بقوة مدافعه وكثرة أسلحته.
كيف غادر نابليون مصر ومتى ولماذا؟ غادر نابليون مصر سرا في الخفاء في أغسطس 1779 ميلادية. ليه بقى؟ أصله علم بتدهور مركز فرنسا الحربي في أوروبا. من خلف نابليون؟ وليه كان غاضب؟ ولماذا كان غاضبا؟ اللي خلف نابليون كليبر، وكان غاضب لأن نابليون لم يقابله قبل سفره ولم يستشاره فيما يفعل. كان للنساء دور عظيم في ثورة القاهرة الثانية. النساء بقى لم تكتفي الواحدة منهن بخدمة الثوار بس، تقديم الطعام والشراب وعلاج الجنود وما شابه ذلك، بل كنا يأخذن جنود فرنسا قهرا إلى المنازل القريبة للقضاء عليهم ودفنهم تحت التراب. أكن شيء لم يكن. من قائد المقاومة الشعبية في منطقة البحر الصغير وما دوره في ده بقى جزء تاني، بقى هنخش لحاجة تاني. منطقة البحر الصغير دي منطقة تقع بين المنصورة وبحيرة المنزلة. كان زعيم الحركة فيها يسمى حسن طوبار، ده كان زعيم المقاومة الشعبية فيها، وكان برضو ضد الحملة الفرنسية. من قائد المقاومة الشعبية في تلك المنطقة وما دوره في مقاومة الفرنسيين؟ حسن طوبار كان ليه دور عظيم قوي. أيوة، اتصل بمشايخ القرى والبلاد وأهلها. جيني واحد اتنين، راح ينظم صفوفهم. ثلاثة، يثير الحمية العزة والكرامة والشجاعة في صدورهم حتى استطاع أن يستفزهم للمقاومة والصمود. صف مقاومة بلد الجمالية للحملة الفرنسية. ايه الجمالية دي يا مسوفاء؟ بلد تقع في منطقة البحر الصغير، واتجهت إليها الحملة الفرنسية عن طريق البحر عشان يرهبوا حسن طوبار ورجاله. لكن شوفوا بقى عملوا ايه. تحركت الحملة واتجهت إلى تلك البلد. أول ما وصل الفرنسيون إلى تلك المنطقة وحلت يعني ايه؟ ها؟ السائلين. أيوة، نزلت سفنهم في بحر أشمون، وده بحر وحلت فيه سفن الفرنسيين من قلة المياه فيه أثناء توجههم إلى الجمالية. وحل سفنهم في بحر أشمون من قلة المياه، فانتهز الشعب هذه الفرصة وأمطرهم وابلا من الرصاص والأحجار. اللي معاه بندقية، يعني كلمة وابل كثير متتابع ورا بعض، واللي ما معهوش بقى بالحجارة. دورت معركة عنيفة بقيادة حسن طوبار، وانتهت بنصر المصريين وانسحاب الفرنسيين. بس ما بيسكتوش يا أولاد، لازم كانوا يحرقوا البلدة اللي انهزموا فيها. بعد إحراقهم البلدة كلها، كان الحسن طوبار دور عظيم في مساعدة أهل دمياط. وضح، حشد جمع مراكب الشراعية في بحيرة المنزلة، وهناك بقى التقى الفلاحون بالشعب السائر. توجهوا جميعا إلى دمياط، اشتبكوا مع الفرنسيين، أدبوهم، مما جعلهم يطلبون. شوف الفرنسيون عملوا ايه، طلبوا النجدة. وبعد كده دارت معركة وحشية قتل فيها كثير من الفرنسيين والمصريين، واضطر المصريين للتراجع مؤقتا إلى قرية الشعراء جنوبي دمياط. الثورة ما سكتتش يا ولاد، امتد لها بالثورة أماكن كثيرة. وضحي ذلك مبينة موقف الجنرال فيال. طبعا فيال والحاجات دي مترجمة، فممكن تبقى فيال فيال. يعني قتل أهالي عزبة البرج الحامية الفرنسية. عزبة البرج دي ايه؟ مكان انتشر فيه الثوار ضد الفرنسيين، وقتل أهل الحامية الفرنسية التي بها. دخلوا على الحامية الفرنسية اللي فيها وقتلوها. وهاجم سكان ميت الخولي
السفن الفرنسية وقتلوا كثير من الجنود والبحارة. فيال ده القائد الجنرال بتاعهم بقى امتلأ حقدا ونهب هو وجنوده القرى وقتلوا النساء والأطفال والرجال وكعادتهم أشعلوا النيران في كل مكان. نابليون قال لك بقى لازم أقضي على الثورات المحلية، يطلعوا لي من المنطقة دي، يعني يروحوا لي على الجمالية، يروحوا لي على دمياط، على قرية الشعراء. لا، لابد ان انا اقضي على الثورات المحلية في المكان ده. قرر القضاء على حسن طوبار، قال لك اجيب القائد الزعيمية رجل المقاومة. قرر القضاء على حسن طوبار وذلك بتدميره بلدة المنزلة، عقر داره مكانه. الاهالي هيسكتوا؟ لا، مقاومة اهالي. هتمتد الثورة إلى مكان آخر، نجع البارود. دي قرية جنوبي قنا، اندفع أهلها نحو سفن الفرنسيين عندما وصلوا إليها وهجموا على السفن واستولوا على ما فيها من ذخائر. وصل السفن الفرنسيين إلى نجع البارود، اندفع أهلها نحوها ثائرين واستولوا على ما فيها من ذخيرة، واستخدموا ما أخذوه من بنادق لمهاجمة الباخرة التي كانت تحمل القائد الفرنسي، مما جعل القائد الفرنسي يشعل النار في مخزن البارود. وأطرق أحد الشبان القائد الفرنسي، خلي بالك بقى شبان برضه الشعب المصري ويعني كبرياءه وعظمته، أدرك أحد الشبان القائد الفرنسي أنفاسه الأخيرة، مما جعل الفرنسيون ينتقمون من أهالي النجع البارود ظنا منهم إن هو مات متأثرا بالنيران، مع إن أحد الشباب يعني أراد إن هو يدركه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. أحمد الأبنودي البطولة العظيمة اللي قام بيها في بلدة أبنوت. أبنوت بلدة بالصعيد دارت فيها معركة شديدة بين قوات الشعب المصري والجنود الفرنسيين، وقد قاد المقاومة فيها المجاهد الشاب بطلنا النهاردة أحمد الأبنوتي. دعا الأهالي إلى الصمود وقاوم الفرنسيين من موقع حصين بالبلدة، واحتمى قصر مهجور لأحد المماليك ومسجد قريب منه. وعند قدوم الليل، ده الخطة اللي قام بيها بقى، انسحب الأبنودي من المسجد بعد أن خلع ثيابه وتركها فوق المأذنة ولبس ثيابا أخرى. يعني الدرس ده ممكن نقسمه على محمد كريم وتقديمه للمثل العظيم الرائع الذي يطل على الوطنية الصادقة بما حكم عليه وما موقفه بهذا الحكم عندما قال قول الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، من حمل اللواء من بعده؟ السيد عمر مكرم تقدم الصفوف، نظمها، أشعل الوطنية في الصدور. نيجي بعد كده حي الحسنية، وإيه الدور العظيم اللي قام بيه لدرجة إن هو أزعج نابليون وانتصر عليهم نابليون إزاي؟ بما آمن نابليون، ده سؤال مهم يا ولاده بيجي كتير، آمن نابليون بأنه أمام شعب عنيد، شعب المصري ده شعب عنيد، لن تهدأ ثورته أبدا إلا إذا تحققت كل مطالبه. وعرفنا غادر نابليون مصر كيف ولماذا، من خلف نابليون، المؤرخون الأجانب وصفوا كفاح المصريين في ثورة القاهرة الثانية في عهد كليبر
قال لك ان هو فاق كل حد، تعاون الجميع، تبرع كل منه بما يستطيع، صمدوا امام المستعمر. مان المستعمر حاصر منافس القاهرة 37 يوما دون خوف من الجوع او المدافع. دور النساء دور عظيم مشرف. من قائد المقاومة الشعبية في منطقة البحر الصغير؟ عرفناه، حسن طوبار. وإيه الدور اللي قام بيه في مقاومة الفرنسيين؟ عرفنا المقاومة في بلدة الجمالية، عرفنا حسن طوبار عمل إيه في مساعدة أهل دمياط، عرفنا إن الثورات أصبحت في أماكن كثيرة ومتتابعة، وعرفنا إن نابليون أراد القضاء على الثورات المحلية بالقضاء على أيوة حسن طوبار، وذلك بتدميره بلدة المنزلة. دخلنا بعد كده نجع البارود، وعرفنا قدر الأهالي يستولوا إزاي على سفن العدو، وعرفنا ان قائدهم اشعل النار في مخزن البارود حتى لا يترك السفينة والاسطوار. وعندما ادرجوا احد الشبان في ماء النيل وحمله الى الشاطئ، ولكن فوق الشاطئ لفظ انفاسه ومات، مما جعل الفرنسيين ينتقمون من اهالي نجع البارود. عرفنا ابنود وشاب البطل احمد الابنودي وماذا قدمه في مقاومة الفرنسيين عندما أيوة دعا أهله أهل أبنود إلى الصمود. قاوم الفرنسيين من موقع حصين بالبلدة، أيوة احتموا قصر مهجور لأحد المماليك. عند قدوم الليل ده الخطة اللي عملها، انسحب من المسجد بعد ما انخلع ثيابه وتركها فوق المأذنة. نماذج مشرفة من كفاح الشعب المصري إن دلت فتدل على وحدة جميع طوائف الشعب في مقاومة الأعداء. المصري المخلص يضحي من أجل وطنه بكل غال ونفيس. الشباب اللي هم أنتوا أمل الأمة وحصنها المنيع وأملها المرجو. شكرا. نفتح الملزمة بتاعتنا ونبدأ نشوف الأسئلة. شكرا، لسنة تانية. مستر، مستر محمد، خلصت؟ ما اعرفش اعمل ايه بقى. طب شوف لنا سيف. وقلت كمان حاجات في الآخر كنت عايزة أشوفها بس اتسجلت ولا لأ. كده خلاص، خلاص الدرس كله؟ اه.